لازم كل واحد يراجع نفسه. بتغلط راجع نفسك، لكن تسيب نفسك تتمادى في الغلط هو ده أكبر غلط. حد عنده سؤال تاني؟ أنا متجوزة من راجل ميسور الحال، معاه فلوس كتير قوي، بصراحة مش مخليني عايزة حاجة. يعني لغاية دلوقتي مش شايف أي مشكلة، فين المشكلة بالظبط؟ لا المشكلة فضيلتك إن هو متعدد العلاقات النسائية. غريبة، رغم إني شايفك على قدر من الجمال تبارك الخالق. أيوة بس هو مش بيعجبه جمالي، هو بيحب الناجرز. الراجل ده شكله مريب قوي، تقريبا ليه علاقة بالنصبايا اللي إحنا بنحقق فيها. شكله مش غريب علينا. مش غريب إيه يا قمر باشا؟ ده أستاذ محمد وكيل المدرسة اللي مقدم البلاغ. أنا شايف فيه تفكير حلزوني. حلزونك إزاي؟ يا رايح فين بيه؟ أنت جايبينك تساعدني ولا تضللني؟ بتفكري في إيه؟ أنا خلاص ظبطت وخططت وأنت عليك تنفذ وبس. جميل، وإزاي عرفت إن ده هيحصل؟ كله بإذنه. محدش بيعرف حاجة غير بأمره. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب إيدكوا معانا يا جماعة عشان نوديه المستشفى. لا لا مش شفة إيه؟ ما ينفعش يتحرك خالص. ليه يا ست؟ أهو كده لازم ينشاف كده. ومين اللي يشوف؟ الحكومة، لازم نثبت حالة ونعمل محضر. الحمد لله أهو كده ممكن يتحرك، بس يتحرك إزاي؟ ده ميت خالص. شفت الخاضو؟ أمال إيه؟ عدى كده على مخه بالكاوشت وقام راجع تاني يشوف ماله فرم مصارينه. ما هو باين أهو. ما تعرفوش توحيد والنور قريب من هنا؟ أيوه بس ليه؟ عشان نشتري له كفن الله يرحمه متنك. بس ده مات خالص خالص خالص، محتاج معجزه كده تنزل من عند ربنا. وسعه. اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. وسعه ووعه على عجل، على عجل يا ابن ادم على عجل. الكاوتش فرم والهرم اتخرم. بالراحة عليها يا أستاذ بيغير. إيه ده؟ أنا فين؟ هما بيصوروا حاجة هنا ولا إيه؟ داليا، إيه ريحة الكركديه دي يا داليا؟ الله أكبر، ده قطع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله لو سمحت يا مولانا امشيك. انا قاعده ببص بقول هو برضو. انت قلت لي لو لينا نصيب هنتقابل، ودينا اتقابلنا اهو. انت مين؟ انا اللي انقذتني من البطيخه. انت كويسه؟ الحمد لله. وجوزك لسه تعبك؟ ايه عرفت ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده انت رايح فين؟ القدر ما بيتأخرش، وقته دايما في وقته. طب يعني لو استسمحك يعني ممكن تقول لي امتى وقته؟ يا مستعجل عطلك الله. طب معلش انا عارفه ان انا بتقل عليك، بس يعني ممكن تيجي معايا الفيلا جوه نتغدى سوا؟ انا فعلا محتاجه لك قوي. استغفر الله العظيم يا رب. لا انت فهمتني غلط خالص على فكره، انا بس محتاج ان احنا نتكلم مع بعض. امرك يا صاحب الامر. تعالى اتفضل، عربيتي هنا. اتفضل. بالجمال أهلك. نعم. الجمال نعمة، نعمة تحس ولا ترى. العربية فين يا ترى؟ العربية هي خطوتين. شكلنا هنقضيها في ترى. في حاجة يا عم الشيخ؟ لا أبدا، بس يعني إيه المفاجأة الحلوة دي؟ أنت مين؟ أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ أعرفك إزاي يا بنتي؟ وأنا زي ما أنت شايفة كده طرير. فعلا أنت تعرفي يا عم الشيخ؟ عم الشيخ؟ طبعا اعرفه. هو في حد ما يعرفش عم الشيخ في الدنيا؟ ربنا هو الستار، ومن ستر مؤمن في الدنيا ظبطه المؤمن في الدنيا برضه. حضرتك عم الشيخ ده مش هتصدقي. ايه؟ ده ليه افضال كتير قوي علينا. بجد؟ ده هو اللي رجع لي ابني لما اتخطف مني 3 شهور. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، انت فعلا بركه. وهو اللي كمان كشف لي حقيقه جوزي وخلاني اتطلق منه. كشف لك حقيقه جوزك؟ كشفولك ازاي؟ ولا حاجه، اصل طلع نصاب بينصب على الناس وبياخد فلوسها ومفهمهم انه شغال في الجيم. ميه ميه يا جدعان، هموت عطشان. ميه يا اهل خير.
ثانية واحدة بس أشوفه في العربية. هستأذنك يعني تقفي معايا لحد بس ما أشوف فيه مية في العربية ولا لأ. ثانك يو. أنا برضو عايزة أستفيد من مولانا. تعالى يا مولانا. إزيك يا عزمي؟ ولا أقول لك يا شيخنا؟ أنت بتكلميني يا بنتي؟ أنت هتستعبط ولا أنت فاكرني معرفكش بجد؟ فعلاً؟ أنا قلت بس يمكن عشان السبحة صفرة ما خدتش بالك مني. عزمي أنت هتستعبط؟ بقول لك إيه؟ أنت تشكري قوي على اللي أنت عملتيه لغاية دلوقتي. إيه رأيك؟ جميل جدا. بس اثبتي على كده، وأهم حاجة ما تجيبيش سيرة لا العماد ولا الأشكال. وزي ما فهمتك كله لازم يفضل في طاي الكتمان عشان الموضوع يتم. لا لا ما تقلقش يا شيخنا، طبعا انا برضو يعني عايزه استفيد بكرامات حضرتك. اتفضل الميه. شكرا يا بنتي. مش يلا بينا بقى؟ يلا بينا. تحبي تيجي معانا؟ لا 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 روحوا انتوا، اصل انا لازم اروح انفذ كل الحاجات الكتير قوي 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 اللي شيخنا قال لي عليها. ماشي ربنا معاك. باي باي يا شيخنا. باي باي. باي. يلا يلا يا بنتي. يلا يا بنتي. غريبه قوي الست دي. مسكينه عندها انشكاح في الاملاح. ايه يلا بينا على العربية. العربية من هنا. اتفضل. معلش هما خطوتين. ماشي اتفضل. يا ترى عربيتك ميني كوبر زنقة؟ عرفت ازاي؟ انت لسه شفتي حاجة؟ سيدي سيدي سيدي، ده النهار اللي مش فايت ده؟ الله ورانا اشغالنا. الله وقعت عليا من انهي داهيه؟ اسف سيدي اسف. انا اللي اسف لو الكلاكس عطلان. انا اللي اسف اني ازعجت الكلب. معذره سيدي لو كان سيدي تيمور قتلك. لا ابدا ما عطلني ولا حاجه. الجميل هنا بيعمل ايه؟ انا كل يوم باجي اجيب سيدي تيمور يعمل بيبي في الهديكه. معقوله؟ الجمال والدلال والدلع ده كله جايب الكلب عشان يعمل بيبي في الحديقه؟ انت بتشتغلي فين؟ لا لا مش وقته سيدي، مش وقته، عشان سيدي الباشا لو عرف ان انا اتاخرت هيبهدلني. تعالي. طب انا ما عرفتش العنوان ولا حاجه. سيدي يا سيدي اموت في الغوامق. اعوذ بالله من غضب الله، رجعيني. ايه في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ معلش انا ما اعرفش اسمك ايه لحد دلوقتي. ايمن. ايه؟ شيخ ايمن. شيخ ايمن؟ غريبه قوي دي. ايه اللي غريب في كده؟ بني ادم عادي اسمه ايمن، هو لازم يبقى اسمي مجاويشي ولا طرابيشي ولا فشافيشي عشان تصدقيني؟ خرجيني من هذا المكان الملعون. ليه بس؟ ليه بس في روح. ايه؟ روح 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 روح. شريره موجوده في المكان بتمتص الايمان. بتمتص الايمان؟ مين ايه؟ انا عارف. ايه؟ بقول لك هنا في شجره. ايوه. طب خديني عندها بسرعه. طب ما الحمام جوه يا شيخ. هو انا محصوره يا ست؟ خديني عندها وانت ساكته. طيب بس اهدى اهدى بالراحه، تعالى هنا. خلاص احنا عندها اهو. وصلنا؟ اه. بس احفري هنا. طب ثانيه واحده بس، انا دي الجناين. لا احفري بنفسك. ايوه بس كده المانيكير بتاعي هيبوظ. خلاص نسيب بقى الارواح الشريره تنتشر في المكان لحد ما نجيب الاسيتون يا مدام. طب خلاص خلاص هحفر هحفر. احفري كويس، احفري على الاقل من مهلك. ايوه. ها لقيتي حاجه؟ لقيت طوب. الله اكبر الله اكبر، احنا كده على الطريق الصحيح. ايوه بس طبيعي يعني احنا في جنينه، طبيعي الاقي طوبه. بس دي مش اي طوبه، دي الطوبه في المعطوبه. يا نهار اسود، طب هعمل بيها ايه دلوقتي؟ هنمشي 10 خطوات عكس اتجاه القدر. استغفر الله العظيم، انت عايز نكفر؟ سامحوها ما تعرفش حاجه. مسكينه تعالي ورايا يا مدام. حاضر. هنعد ال10 خطوات مع بعض، خلي بالك وانت بتخطي. حاضر. خلاص وصلنا. بقول لك في هنا في الجنينه رف ازاز. ايوه عرفت منين؟ إيه؟ هو انت لسه بتسالي؟ طب عايز نعمل ايه برف الازاز؟ حطي الطوبه عليه.
حاضر، اديني سبتها اهو. وكل ثلاث ساعات اخرجي بص عليها، ولو في مره ما لقيتهاش موجوده هتلاقي الايادي ممدوده. يعني ايه الايادي ممدوده؟ يعني هتلاقيني مكانها. طيب تعالى معايا جوه احكي لك على الموضوع. مستحيل مستحيل ادخل جوه طول ما الطوبه موجوده هنا. السلام عليكم. طب استنى بس هوصلك. انا صحيح اعمل بصر، لكن البصيره منورالي طريقي. يا نهار اسود يا شيخ ايمن. الحقيقة عزمي عزمي، بص الفنان محمد كريم مولعها على الانستجرام. مش ده شادي شامل باين؟ لا انا طبعا عامله فولو للفنان شادي شامل. لا ده الفنان محمد كريم بتاع الطياره. هلو. اللي بيدخل ويرجع مداره. ايوه لذيذ قوي. ييه الزفته اللي اسمها نيفين دي طالعه لي برضه في الانستجرام. دي بنت سماويه. انا مش فاهم ازاي شافتني وما فضحتناش. ما فضحتناش اسمها ما فضحتكش انت، هي شافتك انت. انا بره الليله، انا الزوجه المخدوعه اللي جوزها بياكلها حرام وهي مش داريانه. لا لا مشهد جميل قوي يا استاذه نيلي كريم. انا بتكلم بجد يا عزمي، اوعى تكون جبت سيرتي. لا جبت سيرتي ولا فورتي، يعني معقوله هتشوفني يعني بنصب اقول لها خلي بالك انا مراتي كمان نصابه؟ طب بقول لك قوم افتح انت الباب. لا بقول لك ايه، انا سمنت شد عليا ومش قادره اقوم. قوم انت. ماشي بس المره الجايه انت اللي هتفتح الباب. خد اوعى تعمل انفولو للفنان. اهلا يا نيفو يا حبيبتي. ازيك يا اشجان وحشاني والله. وانتي كمان والله. امال عزمي فين؟ عزمي جوه، اصل هو رجع بقى من الجيم مهدود حيله. يا حرام تخيلي انهم في الجيم بيشيلوا حديد، دي مصيبه. يا حرام هو قالك انه كان في الجيم؟ ما هي دي شغلته الحلال اللي بيصرف علينا منها، ربنا يزيده يا رب ويرزقه برزقنا. يا حبيبتي يا اشجان، طب وانتي شغلك عامل ايه؟ هو احنا هنقف كده نتكلم على الباب يعني؟ ما تيجي ننزل يعني نقعد في اي كافي او حاجه. ليه ليه ما 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 تعالي نجي نقعد هنا ونتكلم براحتنا، وفرصه برضو عزمي يبقى موجود. صح طبعا يعني اكيد طبعا. اتفضلي اتفضلي. نورت. انا قلت يعني يمكن حابه تخرجي تاكلي حرنكش او حاجه. عزمي عزمي تعالى، اختنا حبيبتنا جت. ميرسي والله يا اشجان، ربنا يعلم ان انت فعلا اختي برضه. ازيك يا نيفين؟ ازيك؟ امال عماد فين؟ لا انا قلت يعني عماد ملوش لازمه يبقى موجود في القعده دي بقى. ليه وهي مالها القعده دي؟ لا مالهاش. تخيلي يا اشجان النهارده وانا ماشيه في الشارع الظهر بالصدفه قابلت عزمي. عزمي؟ هو انت بتضحك عليا؟ انت ما كنتش في الجيم؟ وكان معايا واحده بصراحه زي القمر، وكانت بتقوله تعالى معايا الفيلا بتاعتي. كمان؟ تروح معاها الفيلا؟ بتخني يا عزمي؟ اش 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 اشجان، انا مش عايزه تسلميني، دي واحده انا بمرنها في الجيم. بتمرنها برضو يا خداعه يا لواعه يا فزاعه؟ انا كنت حاسه وانا اقول برضو انت بطلت تاكل بطاطس ليه؟ انا مستحيل اعيش مع واحد كذاب زيك. انا هسيب لك البيت، طلقني يا عزمي. وبرضه شفت اشجان يعني من فتره كده صبغه شعرها اصفر ومع راجل اصلع في العربيه. ايه؟ ولما سالتها مين قالت لي ده زبون عندي في الكوافير وبزرع له شعر. بتخونيني يا اشجان مع واحد وكمان اصلع؟ لا ما تتسرعش يا عزمي وتظلمني، هو ما كانش اصلع، كان شعره بوني خفيف. وكمان بوني خفيف؟ انا اللي استحيل اقضي الباقي من حياتي مع واحده قتلت اسمى معاني الوجود والاخلاص والوفاء والحب الخالد. بعيد عن وشي. لا لا عزمي حرام عليكي، منك لله خربتي بيتي، خربتي بيتي يا مفتري. ايدك ايدك وجعتني، ايه ده مرزبه ولا ايد زرق؟ انا برضو بتفاجئيني وانت سوعيني على وشي يا اشجان، ومصحف لو موريكي بس البت دي تمشي. يا رب عايز اخلص من البت اللازقه اللي جوه دي، اعمل ايه يا رب؟ خلاص يا بنت الناس، خليكي انت قاعده في البيت عشان تربي بودي وانا همشي. لا خليك في بيتك، انا هاخد ابني بودي واروح عند خالي حبيبي، واللي يسري على ما اعتمد يسري علينا. ما تفككوا بقى من التمثيليه الفكسانه اللي انتوا عاملينها دي، وادخلوا ادخلوا نتكلم، وبعدين كفايه بقى عمليه النصب اللي انتوا شغالين فيها دي. يلا. هي قالت نصب؟ قالت شغالين جمع.
واضح ان كل حاجه كشفت. طب ممكن ندخل بقى نتكلم جوه عشان الفضايح يعني. اه انا بقول كده. اتفضلي. اتفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. قولوا لي بقى، انتوا بداتوا الموضوع ده من امتى؟ العمليه اللي شفتيني امبارح فيها دي هي العمليه الوحيده. يا عزمي، ما انا شفتك قبل كده لابس لبس يعني لا مؤاخذه ونازل من عماره. لا مؤاخذه؟ والعمليه دي كمان وبس. وشفت اشجان مع الراجل الاصلع. كاني هتقولي عليه اصلع؟ ما قلت لك كان شعره بني خفيف خلاص يعني. وبعدين هي دي كانت العمليه الوحيده يعني بس. ما هي دي اللي انا شفتها. الله اعلم بقى. انت عايزه ايه من الاخر يا نيفين؟ مبدئيا كده انا هاخد نسبه من العمليه. نعم، نسبه ايه يا ام نسبه؟ انسي انسي الكلام اللي انت بتقوليه ده خالص. خلاص، يبقى انا هروح للست الحلوه الجميله المغفله يا حرام واقولها على كل حاجه. عادي، عمليه وباظت، قدر الله وما شاء فعل. وهروح لعماد صاحب عمرك واقوله انك نصاب. عادي، الناس فترات في حياه بعضيها، نصيب مش كده شوشو؟ صح يا بابي. خلاص، يبقى انا اطلع على الست الوالده واقولها ان ابنها ومراته نصابين. اي دونت كير، حماتي ست مؤمنه وهتترجلنا التوبه. يبقى انا ما قداميش بقى غير ان انا اطلع على البوليس وابلغ عنكم، ودي فيها 10 12 سنه سجن، وقتها ابوك يا حرام بقى هيتشرد في الشوارع ويشم كله تحت الكوبري. وحياه ابوك يا نيفين كله لابودي. ابوك يا نيفين، يعني انت بنوته طيبه قوي، ما يرضيكيش يعني ان ابوك يتشرد. بصراحه عندك حق يا اشجان، انا ما اقدرش اعمل كده. بصي، انا هاخده واربيه، وانتوا ناس طيبين يعني ومحترمين، وان شاء الله تخرجوا في نص المده. يلا سلاموا عليكم. نيفين استني بس، رايحه فين؟ هتمشي كده من غير ما نتفق على النسبه بتاعتك ولا ايه؟ ها؟ طبعا يا عزمي، ده احنا هنتفق وهنتفق وكمان هنتفق وهنتغدى. ده انا عامله صينيه كوسه بالبشاميل تاكلي ضوافرك وراها، بقى لها اسبوع في الثلاجه مش لاقي حد ياكلها، هجيبها لك تاكليها كلها. ده انت الغاليه نيفو. انا هاخد 10% من العمليه دي عشان انا مش طماعه يعني. ايوه، اللي هلالك اللي هلالك يا جميل، انت يا كبر، انت حلو يا حلو يا جميل يا حلو قوي قوي قوي. ازيك سيدي؟ ده انت سيدي بتاج راسي. بقول لك ايه، ما تيجي معايا في العربيه نفك حصره الكلب سوا؟ لا سيدي، بيحب يعملها في الحديقه. هو اسمه سيدي؟ لا سيدي، اسمه تيمور. بس سيدي لو عارف ان انا قلت سيدي تيمور تيمور من غير سيدي هيعذبني سيدي. انا كده اتلخبطت من كتر السيديهات اللي عماله تقوليها دي. وبعدين مين ده اللي يقدر يعذبك وانا موجود؟ سيدي زاهر باشا، هو اللي بيعذبني وهو اللي بيحركني وهو اللي بيبهدلني، حتى بص بيضربني بالنار. انت كده بتعذبيني، فين الجحش ده وانا اربيه؟ لا ارجوك سيدي زاهر باشا اللي ساكن في فيلا 165 البستان مجموعه الف، لو كلمته في حاجه زي دي ممكن يموتني. انت تشتغلي في البستان؟ انت عرفت منين سيدي؟ انت بتراقبني؟ انا مستعد اروح له وافهمه انا مين. انت ما تعرفينيش. لا لا ارجوك سيدي، لو رحت له وطلبت منه ان انا اسيبه اجي اشتغل عندك هياند. اشتغل عندي؟ والله فكره. جاي لك يا قمر. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. تمام يا فندم. لا انت اللي تمام يا فندم، قاعد على مكتبي ليه يا استاذ حسام؟ انا اسف، اسف جدا يا قمر باشا. يعني مسافه ما اروح الحمام الاقيك خدت موقعي وخدت مكتبي وقاعد بتراجع الاوراق. انا اسف يا فندم، والله كنت بطلع على اوراق القضيه. بتطلع على اوراق القضيه؟ ممكن تطلع عليها هنا او تطلع عليها هنا وتجيب قهوه وتقعد تطلع عليها هنا. عندك حق يا قمر باشا، انا اسف، اسف جدا والله. فيها ايه الاوراق دي؟ انا توصلت يا فندم لمعلومه هتفيدنا جدا في القضيه بتاعتنا، ومش بعيد كمان نقبض على تشكيل النصابين دول خلال يومين ثلاثة من غير تكهنات فلكية. كمل يا حسام. أنا آسف يا فندم، أنا سهران والله ومفرهد ومطبق وعيني اتمققت وظهري من عند القطنية من الفقرة الرابعة مموتني الفقرة خلاص. من غير فقرة إعلانية الله يخليك، كمل يا حسام. عندك حق. في إيه؟ أنا آسف يا فندم، آسف حضرتك. وأنا براجع كل محاضر النصب اللي اتقدمت في آخر ست شهور لقيت وسط البلاغات في أقوال واحد من الناس اللي تم. ثانية واحدة، واحد من الناس؟ أيوه. عمرو الليسي ولا كريم عبد العزيز؟ يا يا ما تفك كده يا حسام، احنا بنحقق في قضيه. حاضر يا فندم، هفك هفك جدا. انا كنت بقول لحضرتك ان
وانا براجع كل محاضر النصب اللي اتقدمت في اخر 6 شهور لقيت وسط البلاغات في اقوال واحد من الناس اللي اتنصب عليهم انه لاحظ وجود كلب مرافق. ثانية واحدة، كلب مراهق؟ وانت يا فندم سبت البلاغين المراهقين ورايح تدور على الكلاب المراهقة؟ يا فندم جريح سام، ما هو حيوان لازم يبقى مراهق يا فندم. مرافق، مرافق يا فندم. وضح لو سمحت، كلب مرافق يا فندم. المشكلة عندي مخارج الفاظي فيها مشاكل. كمل كمل. اسف لحضرتك يا فندم، اسف يا قمر باشا. المهم يا فندم انه لاحظ وجود كلب مرافق مع احد افراد التشكيل العصابي. كمل يا حسام وبعدين. اكمل ايه يا قمر باشا؟ ما انا بقول لحضرتك كلب. ما تحترم نفسك يا حسام. انا شايف في عدم احترام اخلاقي. لا يا فندم انا اسف، مقصود في عدم تقدير للكبير. يا فندم انا اسف والله العظيم. يعني ايه حضرتك كلب؟ معلش يا فندم. ما هي حضرتك يا كلب. انا اسف يا فندم. تقصد ايه بالكلب ده لو سمحت؟ معلش، مش حضرتك طبعا يا فندم، انا اقصد ان في كلب في القضيه. كلب يا فندم، ما بيفكركش بحاجه الكلب ده؟ لا بيفكرني طبعا. زمان وانا صغير خالتي كان عندها كلب لولو كانيش كده. لولو كانيش ابيض. كانيش كنا بنلعب بيه دايما. سبحان الله كل ما برمي له الطبق ما كانش بيجيبه تاني. وحضرتك ما فكرتش ترمي له عظمه؟ عظمه؟ صح، ما جاتش في بالي ازاي ديت. سبحان الله كل ما الواحد بيكبر كل ما بيفهم اكتر. طيب يا امهر باشا، انا بكلم حضرتك عن الكلب اللي في القضيه بتاعتنا. عايز ايه من ام الكلب اللي في القضيه بتاعتنا؟ يا فندم انا عايز احل القضيه زي حضرتك بالظبط. لا 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 لا، أنا شايف في قصور ذهني. قصور إيه؟ في تعدي أخلاقي. تعدي إزاي يا فندم حضرتك؟ في تخطي للكبير. العفو طبعًا يا فندم، ما يصحش. أنت مش زيك زي يا حسام. أنا آسف يا فندم. أنت مجرد خيال مآتة. يا فندم أنا قصدي إن زي حضرتك في القضية دي. لا لا لا، أنت مش زيك زي في القضية دي. أنت واحد جاي يساعدني، بجرة قلم أجيب واحد غيرك، بجرة قلم أجيبك تاني. أنا آسف يا فندم، آسف لحضرتك. أعذرني يا فندم. ولا يهمك يا حسام، أنا مسامحك. أنا عارف حماس الشباب وقد إيه إن هم عايزين يعملوا حاجة، لكن المواضيع دي ما تتاخدش كده يا حسام، تتاخد بيزقة وحنكة. يزقة، حاضر يا فندم، خدها بيزقة. كمل يا حسام، كمل. أكمل أنا نسيت يا فندم والله، نسيت كنت أنا بقى لسه فاكر، أنت كنت بتتكلم على الكلب اللي في القضية بتاعتك. الكلب. مظبوط يا قمر باشا، الكلب. كنت عايز أقول لحضرتك إن إحنا لو ربطنا بين الكلب في القضيتين ساعتها هنقدر نقبض على عيال النصابين. ما تقول كده من الصبح يا أخي. فندم انا بقدم في مالطا. احنا هنا يا فندم مش في مالطا. احنا فعلا لو ربطنا بين الكلب في القضيتين هنوصل للجنان الحقيقيين. فكره تحفه. اكيد طبعا فكره تجنن. فكره هايله جايه بناء على خبره ويزقه. انتوا شباب بقى محتاج يتعلم. سيدي وحشتي. مين على الباب يا ام وش هباب؟ مين على الباب انطوي؟ يا باشا ده مش اسم الكلام. طب ندخل جوه نتكلم. انا جاي اشرب مع سيادتك كوبايه شاي وهكلمك في موضوع كده. قوي قوي، ويا ترى قهوتك ايه؟ مظبوط. مش سامعانا بنقول قهوه؟ اجري اعملي 3 شاي بسرعه. اوه حاضر حاضر سيدي حاضر سيدي. اتفضل اتفضل يا منبي. تفضل يا سلام، بسم الله ما شاء الله، واضح ان سعادتك باشا من الزمن الجميل قوي 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 قوي. انا اصلا شاري الفيلا دي بس عشان اريح اعصابي. الشاي سيدي. اسلم ايدي اللي عملت. اتفضل الشاي يا اكسلانس. عدم المؤاخذة يعني جنابك جايب 3 شاي. هي هتقعد معنا؟ لا لا، دي لسيادتك ودي لسيادتي ودي عشان تتعلم الادب. لا لا لا، ليه كل ده؟ هي عملت ايه عشان كده؟ دي عملت حاجات كتيرة قوي 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 في حقي. قوي قوي ده ايه؟ يعني انت طول الوقت بتعمل فيها كده؟ مش بقول لك باجي هنا عشان اريح اعصابي؟ اهي دي بقى اكتر حاجة بتريح اعصابي. تريح اعصابك ده ايه؟ عشان تأذي البت الغلبانة دي؟ هو الجو برد شوية. طب اجري يلا نامي على البلاط في اوضة سيدك الكلب الكبير اللي بتنامي فيها. يلا هادي سيدي. استني عندك. كلي لك حاجة من أكل القطط زي كل يوم يعني. واستهم بمية عرق ساعتك زي كل أسبوع. أيوة ويمشي بسرعة. هادي سيدي. لا
دي حاجة فوق طاقة البشر. متشكر متشكر يا منشري. شفت الواحد أعصابه بتتعب إزاي؟ أعصابك ده إيه؟ أنا ما بتكلمش عليك، أنا بتكلم على البنت الغلبانة اللي عمال تضرب فيها ليل نار. دي غلبانة؟ دي العبانة. أنت عارف أنا لما بعذب البنت دي بحس بإيه؟ بإيه؟ إني أديت رسالتي في الحياة. أوعى تصعب عليك، دي بنت سفاحة ولماحة وطماعة لأبعد حد. خلاص، شيل ده من ده يرتاح ده عندك. مش فاهم. ده مثل شعبي. والمقصود منه؟ إن أنا أخدها تشتغل عندي واللي أنت عاوزاه أدولك. أنت عارف أنت بتطلب إيه؟ إيه إيه؟ بطلب إيه؟ أنت عايزني أضحي براحتي وسعادتي؟ ده لا يمكن. براحتك وسعادتك في عذاب البنت الغلبانة دي؟ طبعاً، ما أنا لسه شارح لك. أنا مستعد أدفع لك اللي أنت عاوزه. إيه هي مش مسألة فلوس. ممكن بس ثواني وأرجع لحضرتك. اتفضل سعادتك. أعوذ بالله. بشوات البشوات الايام دي. لا يا سيدي، حرام عليك، حرام حرام حبيبي، حرام 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 حرام. كنا بنقول ايه؟ هدفع 10,000 دولار. نعم 10,000 دولار. لا ده كتير. انا برضو بقول كده، هي خسارة فيها الحياة. لا لا، استهدى بالله استهدى بالله. انا موافق. يبقى متفقين. اتفضل يا عبي يا شيبوبة. يا سيدي يا سيدي، لم هدومك يلا عشان تروحي مع سيدك الجديد اللي اشتراكي. يلا هادي سيدي، هادي هادي، هيا هادي. خد ده هتحتاجه معاه. لا خليهولك،